من بغداد ينضم إلينا عضو ائتلاف النصر حمزة الحردان. أهلا بك سيد حمزة، يعني برأيك هل تحتاج السيادة إلى مبادرة؟ لماذا الآن؟ هل صاغها العبادي بمفرده أم مع حلفاء؟ بداية تحية لكم وللسادة مشاهدين قناتكم الكريمة. نعم، أطلقنا مبادرة السيادة العراقية، كون أزمة السيادة العراقية هي مستمرة يعني منذ فترة، ونحن نشهد الخروقات المستمرة للسيادة العراقية على أكثر من محور ومن أكثر من جانب. لذا رأى الدكتور حيدر العبادي وائتلاف النصر أن السيادة العراقية تحتاج إلى أن يكون هناك موقف وطني موحد من كل الأطراف الفاعلة في العملية السياسية للخروج برأي وطني واحد، للخروج بكلمة وطنية واحدة، لأن تكون للعراق موقف موحد حتى من قبل جميع الكتل السياسية. على سبيل المثال موضوع التواجد الأجنبي، موضوع علاقات العراق الخارجية، موضوع يعني الأمن الداخلي العراقي، أيضا موضوع التدخل بعض الدول وتوغلها داخل الأراضي العراقية كما حصل من الجانب التركي، إضافة إلى التدخل في الشؤون السياسية والإدارية للبلاد. كل هذه الأمور من الممكن أن تحل في حال لو حلت أزمة السيادة العراقية وكان هناك إجماع وطني على أهداف محددة واضحة ومعينة. سيد حمزة، يعني خصومة سيد العبادي كثير في الساحة السياسية، برأيك كيف سيتمكن من جمعهم حول طاولة حوار، خصوصا هو يريد تجريم من يخرق بنود الاتفاق؟ حقيقة يعني توجد بعض الكتل والكيانات السياسية المتقاربة معنا في الرؤى. نحن قريبين من يؤمن بأن الدولة العراقية يجب أن تنهض، يجب أن تكون هناك دولة مؤسسات وليس دولة شخوص وأحزاب. لذلك يعني دائما المبادرات التي نطلقها في ائتلاف النصر أو المبادرات التي يدعو لها الدكتور حيدر العبادي هي تصب النهاية للمصلحة الوطنية. لذلك حتى الخصوم على الساحة السياسية اليوم لو أردنا يعني أن نسميهم أو نصنفهم خصوم سياسيين، عليهم أن ينظروا إلى إيجابيات هذه المبادرة. أولا لمن يطالب بإنهاء الملف التواجد الأجنبي، سوف يعني لو حقا اجتمع الجميع على هذه المبادرة سوف نحل مشكلة التواجد الأجنبي من وجود قوات عسكرية قتالية على الأراضي العراقية. نرى نحن في ائتلاف النصر لا ضرورة لوجود هذه القوات القتالية على الأراضي العراقية، وأن نكتفي بوجود مستشارين وخبراء لمساندة القوات العسكرية العراقية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الجهد الاستخباري العراقي. كذلك موضوع يعني التدخل التوغل التركي، كما ذكرت أنا سابقا الشمال العراقي، يعني يجب أن يكون هناك أيضا موقف وطني موحد والذهاب بالتفاوض مع الجانب التركي للخروج باتفاقيات تمنع تكرار الهجمات على مناطق شمال العراق وتوغل القوات التركية في عمق الأراضي العراقية. كذلك نقطة أخرى يعني موضوع الجنبة الأمنية أو الهجمات على البعثات الدبلوماسية المتواجدة في العراق، نحتاج لموقف وطني واضح وصريح. نعم أغلب الكتل السياسية تندد بمثل هذه الأفعال، لكن بالنهاية هي مستمرة. فيجب حتى على من يرفض تواجد القوات الأجنبية يجب أن يجلس على طاولة الحوار وأن يبدي رأيه وأن يكون ملتزما ضمن إطار هذه المبادرة من أجل يعني لا توجد هناك حجج. نعم يعني المبادرة تتضمن فك ارتباط العراق بملفات الصراع الإقليمي، كيف ستحققون ذلك؟ بالضبط، يعني هذه النقطة جدا مهمة، وكما ذكرت المبادرة يعني العراق يحتاج أن يبعد نفسه خارج دائرة الصراع الإقليمي. لا يمكن للعراق أن يكون تابعا لمحور دوني آخر، يجب أن يلتفت العراق ويركز على المصالح الوطنية العراقية. يجب أن تكون علاقاتنا مع محيطنا العربي أو الإقليمي أو علاقاتنا الخارجية مع الدول الكبرى يجب أن تكون مبنية على أساس المصالح المتبادلة، المصالح المشتركة. لا يجب أن يتم جر العراق في صراع هو في غنى عنه. لذلك نعم ضمن هذه المبادرة نركز ونؤكد على إبعاد العراق وتجنيبه الصراع المحاور الدائر، الصراع الإقليمي، الصراع العالمي. وشهدنا هذه المشكلة يعني لو راجعنا تاريخ حكومة الدكتور حيدر العبادي، يعني كان جميع الأطراف
حقيقة مشاركة في الحرب على الإرهاب، وكان هناك يعني تواجد في السماء لقوات التحالف، أيضا وجود بعض المستشارين العسكريين من دول الجوار. لم يكن هناك هذا التماس الواضح الحاصل على الساحة اليوم، لكن للأسف بعد انتهاء حكومة الدكتور حيدر العبادي ومجيء حكومة السيد عادل عبد المهدي، إذن أخذت العراق إلى جانب محور معين دون آخر. نعم. إذن سيد حمزة الحردان عضو ائتلاف النصر، شكرا جزيلا لوجودك معنا.